دكتور خالد، ممكن تعرفنا بحضرتك؟ انا الدكتور خالد محمد عبد العال، استشاري جراحات الانف والاذن والحنجره، بشتغل في محافظه كفر الشيخ، وبحضر على طول المؤتمر بتاع راينو ايجيبت. دكتور، ايه راي حضرتك في راينو ايجيبت السنه دي؟ بصراحه الدكتور رضا كامل هو البايونير، وهو اكتر واحد بيجيب كل حاجه جديده وبيعزم الناس على مستوى العالم، وكل حاجه جديده بنقابلها في المؤتمر. المره دي احنا شفنا كادافيريك ديسكشن، يعني تشريح جثث، ودي حاجه ما بتكونش غير في المؤتمرات الكبيره بره مصر، وحاجه مكلفه بس حاجه جميله، وبتدي فرصه للصغارين ان هم يتعلموا ويشوفوا الحاجه لايف. وكمان في النيو انسترومنتس والساينوسكوبس وال3 دي، ده هيبقى طفره كبيره في العمليات وفي الانفستيجيشن والدياجنوز اللي هيحصل بعد كده. فطبعا المؤتمر ده اللي يفوته ويبقى فاته حاجات كتير قوي. شكرا جدا لحضرتك يا